أنيهاسيو سناجل، السلام عليكم and welcome back everyone. واضح من العنوان انه الفيديو اليوم خرافي يبكي في الزاوية. رح نعمل unboxing لأغلى وأثقل ألبوم لفرقة BTS، هو ألبوم Proof. هسا المعروف بأنه هاد هو ألبوم Proof لفرقة BTS. لاحظوا الفرق الشاسع بين هذا الألبوم وهذا الألبوم، لكن هذا الألبوم اسمه Collector Edition اللي هو Limited Edition، كلش ثقيل مقارنة بهذا الألبوم. يعني هاد تحملوه بإيد واحدة، لكن هاد مستحيل تحملوه بإيد واحدة، مش معقول يا جماعة. والمفاجأة الأحلى بأنه إن شاء الله بنهاية الأسبوع رح يكون هذا الألبوم من نصيب واحدة منكم. كيف؟ رح تلاقوا الشروط تحت بخانة الوصف وهم بعد بأول تعليق، بالإضافة أنه أكو فائزة ثانية رح تم اختيارها لتحصل على هذا الألبوم. يعني عنا فائزتين، ما حداش يقول لي حظي ابصر شنو، جربوا. المسابقة مجانية بإمكان الكل يشترك فيها على مود تحصلوا على هذا الألبوم Proof بالإضافة إلى هذا الألبوم. فجاهزين نشوف ما بداخل أثقل وأغلى ألبوم لفرقة BTS؟ Let's go. Thank you.
Bye.